ماذا قال جمهور مصر لمنتخبنا الوطني؟ كلمة قالها الجمهور المصري للمنتخب الوطني، نطلع نشوف هذه الكلمة ونرجع نكمل مع حضراتكم. أتمنى يكسب، دي أهم حاجة، لأن المصري دي بتاعتنا كلنا. إن شاء الله ربنا يوفق منتخبنا القومي في المهمة اللي جاية إن شاء الله، وطبعا تبقى حاجة ممتازة جدا لما يبقى مرتين ورا بعض نصعد بالجيل ده. أتمنى كل التوفيق لمنتخب مصر وربنا يكرمنا، وده حلم إحنا بنحلمه، ومتفائل اللي إحنا نوصل برغم كل الصعوبات الموجودة، لكن متفائل اللي إحنا نوصل بمجموع المباراتين في مصر والسنغال وبالتوفيق. أهم حاجة أرضنا لازم نكسب فيها إن شاء الله، وبعون الله كلنا وراه، وكلنا بندعي لهم وربنا يوفقهم يا رب، وصلاح يجيب جول كده ويشرفونا إن شاء الله، وبرده في السنغال بإذن الله هيكسبوا برده. نتمنى لهم التوفيق طبعا، حلم 100 مليون مصري، كلنا مستنيين الماتش ده أكنه عيد، نتمنى إن العيد يكتمل يا رب. وبس يعني فرحة مش هتضيها أي فرحة تاني. أتمنى من الله سبحانه وتعالى، أنا أهلاوي صميم وأحب المنتخب طبعا، ده منتخب بلدي، وأتمنى إن احنا نفوز بإذن الله ونخش كأس العالم. دي طبعا بيكون فرحة للمصريين كلها، وأتمنى من ربنا سبحانه وتعالى يوفقنا هنا وهناك إن شاء الله.